ما جاء في اللو يعني استعمال اللو. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا من توفيق الله لهذا الرجل رحمه الله، لله دره، يقول استعمالات لو ست. الأول أن تستعمل لو في الاعتراض على الشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجيش بالخروج إلى أحد. أهل النفاق ماذا قال؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. الأصل يقول قدر الله ما شاء فعل، وهذا الذي حصل بقضاء الله وقدره. الثاني الاعتراض على القضاء والقدر، اعتراض على القضاء والقدر. هذا يقول له هذا، يقول لا تسافر. قال أنا استخرت أسافر. يسافر يحصل له حق، قال لو سمعت كلامي وما خرجت ما حصل لك حاجة. هذا اعتراض قضاء القدر. الرابع الثالث ما شاء الله، الثالث فتح باب التحسر والندم، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. هذه لو من عمل الشيطان. ايش تقول؟ قدر الله وما شاء فعل. الرابع أن تستعمل لو في الاحتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. يشرب خمر تقول يا أخي اتق الله، اتق الله، كيف تشرب خمر وأنت مسلم؟ يقول لو شاء الله ما شربت الخمر، وإنما أشرب بقضاء الله. ماذا تصنع مع هذا؟ تضرب حتى يغمى عليه، تضرب حتى يغمى عليه. إذا أفاق قال ليش تضرب؟ تقول لو شاء الله ما ضربت. وش أصنع لك؟ قدر الله نضربك. اقتنع اتركه، ما اقتنع تضرب الثاني. اذا يصح الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب لا على المعائب. تمام، هذا الرابع. اذا اربع استعمالات كلها محرمه: اعتراض على الشرع، اعتراض على القدر، فتح باب التحسر والندم، احتجاج بالقضاء والقدر على المعائب لا على المصائب. هذه محرمه. الخامس من استعمالات لو في تفصيل بحسب المتمنى. تمنى خيرا فلو خيرا، تمنى غير هذا فلو محرم. قال لو أن لي مالا مثل فلان تصدقت هذا خير، وقال لا صنع فيه محرم، هذه لو محرم. السادس من استعمالات لو أن تستعمل لو في الخبر المحض. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى. ندم لا والله، خبر محل. أقول للشيخ معاذ، أقول له لو جئت البارحة لاستفدت، خبر يصح. هذه استعمالات اللو الستة. نعم.